ايد بايد ما تروج للحاضنة. وبالتالي انا لا اقول انا اقتل العشيرة ولا موضوع اخطر من موضوع حشد شعبي قادم من 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 دمشق الى المنطقه الشرقيه. الموضوع يستهدف المجتمع السني. لذلك نعلن نحن ممثلي عشائر المنطقه الشرقيه والحراك الثوري والعسكري والسياسي ادانتنا لمثل هذه المؤتمرات العميله باشد انواع الادانه والرفض. عندما قمنا بالثوره قمنا هي خروج العاطفة الشعبية. صهيب الجابر من مؤسسة فرانك بوست الإعلامية. فئة كبيرة من الشعب يتهمون أي كيان تقوم عليه العشائر بشكل عام ورؤوس العشائر في دير الزور بأنه مشابه للصحوات في العراق. أريد منكم أن توضحوا لنا ما الفرق في بين التجربة العراقية والتجربة في سوريا. الصحوات في العراق هم طبعا انتفاضة للعشائر بدعم من الامريكان. لسنا صحوه كما حدث في العراق. احنا عشائر بالبدايات الحراك ننشط في التنظيم، ننشط في توحيد الكلمه. هذا البيان له طبعا اهدافه الاساسيه، هو شجب كل من يحاول ان يتقرب الى هذا النظام المجرم الفاجر وان يعقد معه صفقات. نحن لن نقبل باي مصالحه تتم تحت جناح النظام الأسدي المجرم إطلاقاً.